اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. هيكون ضيفايا في هذه الفقره كريم سعيد واحمد ثابت. انا ما غلطتش في الاسم اهو الحمد لله. كريم سعيد ازيك يا كريم؟ ده كابتن سعيد الحمد لله شرف منور. ربنا يخليك. ربنا يخليك. ايضا احمد ثابت ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. مبارك ايه؟ دايما منور ومتالق. ربنا يخليك يا حبيبي. كريم انا خليني ابدا معاك الاول قبل ما نتكلم عن الكوره والاهلي واللي بيحصل والدنيا ماشيه ازاي، لكن خليني اتكلم عن تنس الطاوله بما انك يعني ضليع في اللغه العربيه. بما انك يعني كنت لاعب سابق في وحالي في الرواد الاهلي وبالتالي في الرواد يعني ماشي يعني ممكن اجي العبك. فعمر عصر الحقيقه عامل شغل رائع جدا، عامل شغل كويس جدا، ولكن حظه ان هو هيلاعب نمره واحد على العالم اثنين نمره اثنين على العالم وبعدين واحد من اقوى الناس اللي يعني بقاله كتير قوي ما اتغلبش. هو مالونج عامه في تنس الطاوله ممكن الناس يعني لو قارناه بالكوره هو بيلي مثلا يعني. يعني لو مثلا بتقول بيلي في الكوره هو مالونج في عنده كام سنه تعرف؟ مالونج دلوقتي اعتقد حاجه و30. صغير يعني. مالونج يعني بنتكلم بطل عالم وهو مثلا عنده 16 سنه. ياه 16 سنة؟ 19 يعني بتتكلم لعيب طبعا حاجة فظيعة، لعيب اسطوري. مضارب تنس الطاولة اللي احنا بنشتريها باسمه طبعا عمر برضه ليه مضرب باسمه، لكن مالونج يعني مالونج ده حاجة اسطورية يعني كتب عليه كتب. راجل دخله السنوي من تنس الطاولة 20 مليون دولار يعني. ياه بنتكلم على واحد يقترب من لعيبة الكورة. طبعا دي حاجة مش سهلة، بس انا عايز اقول حاجة الاسلام اللي عمله النهارده عمر ده ضد المنطق. مش بس تبقى الناس طبعا عارفة. بس عشان عالم تنس الطاوله ربما الناس مش ملمه بيه شويه. اللي عمله عمر النهارده في دور ال 32 في وجهه نظري اكتر من 16 في ال 32 ماتش سويد. مع ماتياس فالك لاعب السويد ده اعجاز ليه بقى؟ طبعا في الاولمبياد احنا بنلعب بيست اوف 7 ما بنلعبش بيست اوف 5. بيست اوف 7 يعني بنلعب اللي ياخد اربع اشواط هو اللي بيكسب المباراه. ايوه ماتياس فالك كان متقدم 3-2 اصلا، والنتيجه دي كويسه جدا لعمر على فكره، دي ممتازه يعني. عمر بقى رجع من 3-2 يعني ماتياس ناقص له شوط واحد ل 4-3 ويكسب خلاص. عمر رجع 4-3 على بطل العالم برضه ماتياس فالك ده بطل العالم وتصنيفه العالمي التاسع. لا كان هو لغايه يوم 27 في التصنيف صدر النهارده الصبح هو التاسع ومتقدم على تيم بول طبعا الاسطوره الالمانيه برضه. هو خرج النهارده من لاعب كوريا الجنوبيه. فالناس لازم تعرف اللي عمله عمر النهارده ده ضد المنطق. ضد المنطق في الماتشين بس ماتش الدور ال 32 اكتر كمان بالنسبه في وجهه نظري انا الشخصيه كان اقوى من دور ال 16 لان لاعب تايوان طبعا لعيب خبره وكل حاجه بس 41 سنه. فاعتقد عمر استغل موضوع فارق السن، في فرق 10 سنوات. عمر قدر يستغل الحته دي في الجزء البدري. احنا برضه بنتكلم مباراه ممكن السبع اشواط دول ممكن يتلعبوا في ساعه او ما يقرب من ساعه او ساعه وشويه. فطبعا عمر ان شاء الله يعني في وجهه نظري طبعا عمل انجاز، اول لاعب عربي في التاريخ يوصل لدور الثمانيه في الاولمبياد. عمرنا ما قلناها قبل كده. طبعا كان افضل مركز الكابتن سيد لاشين لما وصل دور 32 في اولمبياد لندن، وبرضه كانت افضل حاجه. طبعا 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 كابتن سيد لاشين برضه بنتكلم على اسطوره يعني، لكن عمر الحمد لله ان هو قدر يوصل للدور ده. وباذن الله يعني طبعا احنا عشان نكون واقعيين واقعيين تماما نسبتنا في ماتش بكره 10%. ياه 10% عشان نكون واضحين جدا جدا. كويس كويس عشان الناس تبقى فاهمه. احنا فرصتنا في ماتش بكره 10%. مالونج النهارده كان بس عنده هو النهارده كسب 4-1. ربما اللي تابع الماتش كان عنده بعض العصبيه، هو حاسس ان الامور يعني اسلوب لعبه اللي متابع مالونج مش هو الدنيا مش ماشيه معاه. كان عنده ازمه بس طبعا كسب 4-1 بسهوله ما عندوش ازمه. بكره ان شاء الله باذن الله عمر يحول المباراه يبقى اول تارجت يبقى مباراه تنافسيه، يعني بنروح ونيجي مع بعض ما تبقاش ما تبقاش يعني وان سايد جيم يعني. لو تحولت لتنافسيه باذن الله ليه لا؟ ان شاء الله ربنا يكرمنا وليه لا ممكن عمر باذن واحد احد يصعد سيرت ان شاء الله يا رب. يا رب ان شاء الله. والمشكله ان الماتش بكره الساعه 1 بس نجيب تلفزيونين نقعد نتفرج على منتخب مصر والاولمبي ومنتخب استراليا برضو. المباراه هتبقى صعبه يا احمد لمنتخبنا الاولمبي برضو عشان الناس تبقى شايفه الموضوع بشكل كويس. منتخبنا الاولمبي بكره هيلعب ضد منتخب استراليا، عايزين نكسب طبعا اكتر من اثنين عشان نبقى، لكن الموضوع مش سهل كده ان احنا عايزين نكسب اكتر من اثنين. هي الفكره كمان برضو ان منتخب مصر الاولمبي عنده فرصه كويسه. انا شايف ان اسبانيا كفتها ارجح على الارجنتين. اسبانيا اقوى،
فلما اسبانيا تكسب الارجنتين هتديك ميزه ان انت تكسب استراليا حتى 1-0 يبقى انت صعدت. شايف ان استراليا برضو عندها غيابات مهمه جدا بكره، عندها المهاجم الاساسي اللي هو دوكي اللي هو المهاجم الاساسي ده الاكثر اسيست في البطوله، عامل 2 اسيست غايب، عندها صانع الالعاب الاساسي دول حاصلين على انذارين، ثلاث لاعبين المهاجم وصانع الالعاب والباك رايت الثلاثه الاساسيين بتوعهم، فدي برضو تدينا ميزه ان شاء الله. بس هنتكلم يعني ان احنا محتاجين نطور شويه الحاله الهجوميه، احنا المنتخب الوحيد في البطوله في الاولمبياد اللي ما جابش جوان، وكمان اقل منتخب في المحاولات على المرمى. يعني انت على المستوى الدفاعي كويس جدا، يعني انت بتلعب الارجنتين وبتلعب اسبانيا واختيار الونش اعتقد، ومحمد الشناوي في ظهرهم اعتقد، يعني الاثنين حجازي والونش عاملين شغل، ادانا صلابه خاصه رائع. كمان مع التكتيك اللي بيلعب بيه كابتن شاوي غريب، لكن عمليه التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه ضعيفه قوي عندنا. وعندنا برضو يعني انا بشوف ان صلاح محسن لو لعب كراس حربه في عمليه التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه هيكون افيد. احمد ياسر ريان طبعا مهاجم كويس جدا، ولكن محتاج تكون بتهاجم. احمد ياسر ريان مظلوم، لا بيوصل له عرضيات ولا في صنع العاب، فالافضل ايه في طريقه لعب كابتن شاوي غريب ان يكون عندك مهاجم زي صلاح محسن، حتى في اغلب ينزل تحت شويه، حتى اغلب الفرص اللي عملناها في المباراه الاخيره كان صلاح محسن اللي عملها، عمل واحده رمضان، عمل واحده الكريم العراقي، بيعرف ينزل ويستلم وسريع. فهو دي يعني انا بشوف ان دي النقطه الوحيده، ان احنا لو بدانا بصلاح محسن وابراهيم عادل او طاهر محمد طاهر، والناحيه الثانيه طبعا رمضان صبحي، الثلاثه دول لو بداوا في الحته اللي قدام هيدونا سرعه اكتر، هيدوك يعالجوا مشكله التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. وبالمناسبه احنا بنتكلم على صلاح محسن، صلاح محسن بيتصدر استفتاء الكاف عن الموهبه الافضل في دوري الابطال، واعتقد ان صلاح محسن يستحق يا كريم. طبعا اعتقد صلاح محسن يعني الموسم ده ربما في البدايه كان لسه يعني بيظبط اموره مع نادي الاهلي في حته اسلوب اللعب والتمركز وكل شيء، ولكن في النص التاني من الموسم اعتقد صلاح محسن سواء على دوري ابطال افريقيا او حتى على المستوى المحلي، وشفنا اداؤه حتى في ماتش القمه الاخير اللي انتهى 1-1 كان واحد من اللاعبين المميزين جدا جدا، واعتقد برضه على المنتخب الاولمبي زي ما احمد بيقول له ادوار كبيره. وبصراحه انا مستعجب جدا ليه الكابتن شوقي غريب اصلا بيلعب برقم 9 كلاسيكي في طريقه اللعب بتاعه، مش مناسبه خالص يعني. انا اعتقد بس هو خلي بالك مصطفى محمد يبقى مكانه ياسر، يعني لما تيجي تقعد تفكر في الموضوع مصطفى محمد يبقى ياسر ريان، احمد ياسر ريان صح، بس برضه مصطفى محمد كان بينزل بره منطقه الجزاء كتير، يعني مصطفى محمد برضه تحركاته خارج منطقه الجزاء تبقى اخف واسرع بكتير من احمد ياسر. احمد زي ما حضرتك تفضلت وقلت هو تارجت لحد ما، وعايز برضه انت توصل له الكوره لغايه عنده. مصطفى محمد حتى مع نادي الزمالك نفتكر كان بيخرج خارج منطقه الجزاء كتير، بس انا متفق جدا جدا مع احمد في حته ان هو لا اما يوظف صلاح محسن او ابراهيم عادل زي ما كان بيتوظف في بيراميدز فولس 9 لما لعب قدامنا مهاجم وهمي، فانت اعتقد ده مناسب ليك، يعني انت ما ينفعش تلعب بتارجت مان في طريقه بتاعتك، انت اوريدي بتعتمد على الكروسات العاضيه وبتعتمد قصدي اللي هي الطوليه، احنا ما عملناش غير الطوليه، احنا ما عملناش غير حتى ما بتحصل يعني قليل عملناها وحش في ماتش الارجنتين بصراحه عملناها وحش افضل طبعا من ماتش اسبانيا، وخلي بالك المنافس اقل، لان المنافس اقل طبعا، لان اسبانيا بصراحه انا مرشح اسبانيا للادوار النهائيه يعني للتوب فور يعني من وجهه نظري، لكن انا بشوف ان ماتش الارجنتين كان ممكن يبقى افضل من كده لو كانت اللمسه الاخيره، يعني احمد ياسر ريان جات له كذا كوره، رمضان برضو رمضان لعيب كويس جدا وبيعمل بالكوره حاجات كتير، ولكن مشكله رمضان تظل هي الفينش، بيوصل للجون عايز برضو يا يرقص يا بيشوط، مشكله رمضان الفينش يعني لو كان الفينش بتاعه افضل من كده اعتقد ان احنا كنا نقدر نخلص المباراه. صلاح محسن برضو بشوف ان هو مهاجم كويس زي ما قلت لحضرتك، لو لعب في حته راس الحربه هتفرق كتير. طاهر محمد طاهر بيقوم بالدور الدفاعي بشكل كويس جدا، ما ينفعش ننسى اكرم توفيق، اكرم توفيق ده حاله كده حاله لوحده، هو حاله حتى في الفيديوهات اللي بيعملها حاجه يعني في كل حاجه في الملعب وبره الملعب. على فكره اكرم توفيق ليه رقم ان هو ثالث اكتر لاعب في الاولمبياد عامل مراوغات ناجحه، الاول سالم الدوسري من السعوديه، والثاني لاعب استرالي، والثالث اكرم توفيق. فاكرم توفيق واحد من بصراحه هو يعني يعتبر حاليا من احسن الارتكاز في مصر، يعني حاليا بشوف ان هو اعلى من لعيبه كتير جدا. كمان ده بيدينا مثال ان انت ازاي لما انت تبقى قاعد على الدكه ما تيأس. اكرم توفيق ده شوفه كان فين في بدايه الموسم، وكان سعد سمير حكى لي قصه اتفرجتوا على حلقه لما قال ان هو كان بيفكر ان هو يعني زعلان قبل مباراه نادي البركان وعيط في السوبر الافريقي قاعد يعيط يعني عايز العب هو يعني عارف اللي هو نفسي العب، قال له اصبر دور كباتن الفريق سعد سمير وعلى فكره مباراه نادي البركان دي كانت من قريب يعني مثلا مش من بعيد لا هو ده من بعد مباراه جنوب بعد مباراه سان داونز يعني التحول اللي حصل ده
التحول اللي حصل لاكرم توفيق في مسيرته من اللي هو كان قاعد احتياطي وكان دكه وكده وبقى فجاه بقى اساسي، بقى بنقول مثلا اساسي في ايه يا احمد؟ لا انت بتتكلم في مركز ملوش اي علاقه بيه. مش بتاعه، ملوش اي علاقه. احنا بنتكلم الفول باك ملوش اي علاقه بالهاف ديفندر. بتتكلم في توظيف مختلف، في اسلوب مختلف، في رقد مختلف. دي يعني الاحصائيه اللي هي اللي هو ثالث اكتر لاعب في البطوله عامل مراوغات ناجحه. ايوه سالم الدوسري من السعوديه 6، دانيال من استراليا وده الجناح اليمين عامل 6 برضو، واكرم توفيق عامل 5. ايوه وداني اولمو 5 اللي هو اللعيب الاسباني الحريف طبعا عامل 5. فوجود اكرم توفيق في القائمه دي دليل ان هو لعيب عنده حته المراوغات الناجحه، بيستعيد الكره الثانيه بشكل كويس جدا، بيلعب بروح وقلب رهيب جدا، معدل قطع الكرات بتاعه بسم الله ما شاء الله عليه، معدل جري والورك ريت بتاعه رهيب. في يعني مش مجرد ان هو بيستخلص بفاول، لا ده بيستخلص بحرفنه، بيعمل التاكلينج حتى نضج. زمان كان اكرم توفيق في بدايته بيعمل فاولات كتير قوي، صح؟ دلوقتي نضج، عقل تطور شويه، بشكل تطور بشكل كبير جدا. تحس ان هو من كتر اللعب ومن كتر التمرين في النادي الاهلي برضه بيديك خبرات، يعني بتتمرن مع لعيبه كبار. مرحله بصراحه اكرم توفيق بسم الله ما شاء الله عليه. يعني احساسك ايه في ماتش بكره؟ احنا مجبرين على المخاطره، بس الفكره حتى التصريح بتاع حارس استراليا بصراحه يعني تصريح في وجهه نظري يعني عيب علينا. الراجل بيقول لنا اوكي انتوا كويسين في الدفاع، بس احنا خلاص احنا فهمنا المنتخب المصري عنده فشل في الهجوم، فبدي هتقرينا يعني اتحفظنا خلاص. احنا في اسبانيا عملنا الشكل اللي هو ايه يا كابتن اسلام؟ لو مثلا يعني لو عملت مقارنه بينه وبين تنس الطاوله، لو لعيب مش معروف يقدر يفاجئ في اول شوط، يقدر ياخد اول شوط، لكن بعد كده بيتكشف خلاص ده اتفهم. الارجنتين فهموا اسلوب لعبنا وعرفوا اول ما جابوا الجول، مع انه جابوا الجول في الدقيقه مبكره من الشوط الثاني، هم رجعوا في الدفاع وقال لك ايه بقى؟ اتفضل الكره معاك اهو، اعمل اللي انت عايزه، هجم، يلا هاجم انت. وليه بقى تعمل ايه؟ فعلا احنا فشلنا. ليه؟ كان واضح ان احنا مش متحضرين للموقف. بس ده غريب جدا يا احمد بالنسبه لي. ليه؟ لانه لما تيجي تبص على الاسماء اللي موجوده في الناحيه الهجوميه تقيله في النادي في جداً. منتخبنا الوطني اسماء كلها كبيره وقويه جدا، صح. سواء رمضان صبحي، صح. سواء طاهر، سواء صلاح، سواء ابراهيم عادل، سواء صح. احمد ياسر ريان، يعني كل ما هتقول اسم الحقيقه صح. لا ده الخمسه دول ممكن ولا الاربعه دول العب بيهم لوحدهم قدام. هقول لحضرتك على حاجه برضو، انا شايف ان بكره انت هتلاعب فرقه بتدافع. استراليا اصلا اسلوبها نفس اسلوب منتخب مصر من بطوله اللي قبل كده. لا هم الماتشين اللي لعبوهم الاولانيين ما كانوش ب 90% دفاع استراليا العادي، بس معدل الاستحواذ بتاعهم قليل اقل، ولكن يعني اكتر من منتخب استراليا الاول. طبعا بكتير. بس هيدوكوا الكوره، فانت بكره لازم يكون عندك بلان بي. مشكله كابتن شوقي غريب ان هو بيدافع بس. الكوره ثلاث حاجات: مرحله الدفاع، مرحله التحول من الدفاع للهجوم، مرحله التحول من الهجوم للدفاع. طب انت ما بتطبقش المرحلتين التانيين هتكسب ازاي؟ فانت انا شايف ان ممكن بكره نكتفي باتنين بس في الدفاع، حجازي والونش، ويبقى مثلا كريم العراقي، احمد ابو الفتوح، اتنين ارتكاز عمار حمدي واكرم توفيق. عندك قدام بقى في طبعا رمضان صبحي، وفي طاهر محمد طاهر، وصانع الالعاب يا اما ناصر ماهر يا اما ابراهيم عادل بيلعب في الحته دي، وقدام صلاح محسن. اعتقد ان ده تشكيل هجومي وتغير الفكر لو، وممكن في طريقه زي دي تبدا باحمد ياسر ريان طالما انت نازل بشكل هجومي. انا شايف ان احمد ياسر وصلاح او ابراهيم تحته يبقى افضل. ده لو انت هتنزل ب 4-2-3-1، يبقى احمد ياسر ريان مش هيتظلم، تقدر ان انت الظاهرين هيعملوا العرضيات، هيبقى في شكل افضل. لكن لو هتلعب بنفس اسلوب لعبك اللي هو 5-4-1، يبقى ما تبداش باحمد ياسر ريان، يبقى تبدا بصلاح محسن راس حربه. ليه؟ لازم مهاجم متحرك، ما ينفعش مهاجم تارجت، لان انت هتلعب برضه على الهجمات المرتده. ينفع يعمل كده؟ يعني هل ممكن ان انا اغير بعد ماتشين؟ مش ماتشين، انا كابتن شوقي غريب بيلعب كده طول من اول البطوله الافريقيه لغايه دلوقتي، او من 2001 رايك لغايه دلوقتي. فخلينا نتكلم عن البطوله الافريقيه، البطوله الافريقيه الاخيره اللي خدناها هو بيلعب بنفس هذه الطريقه، وبالتالي هل ممكن اغير في اخر مباراه؟ ايوه هنا السؤال يا كابتن اسلام، هل انا اصلا اوريدي عملت عودت لعيبتي على ده قبل ما اسافر؟ لان صعب يعني اختبار صعب جدا جدا ان اجي للعيب قبل مباراه يعني ايه حاسمه ليا، واروح اقول لهم يا جماعه بصوا مع كلمه احترامي احنا بكره هنغير. معلش هخش معاك في النقطه دي، ولكن انا كل اللعيبه دي بتلعب اربعه. طبعا صح، في الاجازي بيلعب، الونش بيلعب، بس هم مع بعض. يا حاج دلوقتي قلت كلمه مهمه جدا، الجيل ده اصلا نصيبه ان كميه الاجنحه والبلاي ميكرز اللي فيه كتير جدا. احنا ما عندناش غير هاف ديفندر واحد، صح. يعني لغايه النهارده انا مختلف مع الكابتن شوقي غريب ان هو ما خدش من الثلاث لعيبه الكبار هاف ديفندر، صح. حتى لو انت خدت اتنين ماسكين كويسين، ان انت اصلا ما عندكش اكرم توفيق. يعني احمد ربنا ان اكرم توفيق الحمد لله ما عندوش انذارات، يعني ما عندوش اصابه الحمد لله، لا يعني ما فيش مشكله خالص، لكن هو الهاف ديفندر الوحيد. انت لو حبيت تغير اكرم في الماتش
بواحد في نفس مركزه ما عندكش. ما عندكش. فبالتالي كابتن شوقي غريب هنا لازم يكون هو كان زي ما احمد قال برضو فين بلان بي، فين بلان سي، في ظروف اي مدير فني لازم يقول لعيبته يا جماعه احنا لو اتحطينا في الموقف ده هنعمل كذا. انا ما شفتش، عشان كده بقول لك بكره استراليا انا في وجهه نظري هيعملوا زي الارجنتين، هينزلوا على الشوط الاول ضاغطين جدا ويجيبوا جول، اول ما هيجيب الجول هيروح هو راجع يقول لك اتفضل الكره معاك اهو بقى، او انت تستغل بقى رمضان وتستغل صلاح وتستغل ابراهيم وتستغل طاهر. هو لازم يخاطر هو بكره، انا في وجهه نظري لازم يخاطر بكره. الخمسه ما لهاش اي محل من الاعراب عندي. بكره العب ب 4 2 3 1 وخاطر، وزي ما تيجي تيجي، ما تفكرش في الفكره ان انا هلعب بخمسه بكره ويبقى نسبه تهديدي لمرمى استراليا يساوي نفس نسبه لو انا هستخدم ال 4 2 3 1. شكلها برضو وحش ان انا اطلع من البطوله كلها ما جبتش جون يعني. طبعا، وده المنتخب الوحيد في البطوله اللي ما جابش اهداف، دي حاجه مش حلوه خالص، وبعدين اقل منتخب في عدد المحاولات. يعني انت في كل الارقام، انا قبل الحلقه بجهز فبشوف اغلب ارقام المنتخب، انا هتكلم عن الارقام والحاجات دي كلها، يعني ما فيش ارقام مميزه خالص لمنتخب مصر في البطوله غير الرقم بتاع اكرم توفيق اللي هو ثالث اكتر لاعب مراوغات ناجحه، اسامه جلال موجود في قائمه الاعلى انترسبشن، حجازي موجود في قائمه الاعلى تشتيت، طبعا كلها ارقام دفاعيه، تشتيت انترسبشن مراوغات ناجحه بس، لكن انت بقى مش موجود لا في محاولات ولا موجود طبعا في مراوغات ولا، لان المشكله ان يعني احنا في الدفاع بندافع بشكل كويس جدا، ويحسب لكابتن شوقي غريب ان هو بيطبق بدليل، لكن لكن الكره مش دفاع بس. عامل كده مع اسبانيا اوكي، ان اسبانيا من اقوى 3 4 فرق في العالم في المنتخبات الاولمبيه، بس احنا على فكره عندنا فرصه، يعني عندنا فرصه مش 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 ضعيفه، يعني انا شايف ان اسبانيا هتكسب الارجنتين وممكن انت تكسب استراليا بكوره بهجمه مرتده، الشكل يكون احسن، اللعيبه اكيد برضه روحها هيبقى اعلى، فانا شايف ان لسه في امل ان شاء الله، يعني ان احنا ممكن نصعد. الحاجه الثانيه برضه ان بشوف ان استراليا عندها غيابات، يعني الغيابات دي الثلاثه دول اكيد هيفرقوا معاهم، المهاجم الاساسي بتاعهم اللي هو الاكثر اسيست في البطوله واللي بيطاعوا عليه وصانع الالعاب بتاعهم مش موجود والباك رايت مش موجود، يعني اكيد الغيابات دي هتعمل برضه ربكه. انا بشوف ان هم يعني ممكن في بدايه المباراه ممكن يدافعوا قدامنا، يعني هم ممكن يحاولوا ان هم يعني ممكن يدافعوا قدامنا، هم اللي يعملوا اللي احنا كنا بنعمله في اول مباراه مثلا. انا بشوف كده، بشوف ان هم ممكن يدوك انت الكوره وانت تتصرف بقى. منتخب مصر او كره القدم في البعثات الاولمبيه اعتقد لو ربنا كرمنا بكره هتدي نفس كبير جدا، يعني هتدي دفعه معنويه كبيره جدا لبقيه طبعا كابتن اسلام. الكوره طبعا اكيد الكوره اللي يعني المقياس بتاعها يبقى اكبر، ان الاهتمام الجماهيري والاهتمام الاعلامي بكره القدم اكبر، رغم ان كره القدم كلعبه مش هي اللعبه الاهم في الاولمبياد، يعني اللي بيروح يشوف اجواء الاولمبياد هناك في البلد ما عمره ما يحس ان الكوره واخده نفس السوكسي بتاع العاب القوه والالعاب الاخرى، يعني العاب الاخرى طبعا في الاولمبياد بيبقى ليها اجواء اخرى. أيوة. لكن كره القدم بالنسبه اعلاميا وجماهيريا اكيد المنتخب المصري ان شاء الله ربنا يوفقهم باذن الله بكره وياخدوا بطاقه الترشح، هتدي شكل جيد للبعثه ان احنا حققنا امور ايجابيه. طبعا التايكوندو قدروا الحمد لله يحققوا لنا ميداليات، والنهارده الحمد لله اليوم كان حلو، تنس الطاوله حققنا يعني يعني انجاز فعلا في تاريخي. بكره ان شاء الله الكوره، وبرده معاها برده ان شاء الله عمر عصر وبقيه الالعاب الاخرى اللي هيتنافسوا من الساعه 2 الصبح اعتقد، فكل ده باذن واحد احد كابتن اسلام ان شاء الله لما الروح تبقى حلوه البعثه كلها، حتى يعني في التنافس اللاعب بيخش عنده روح معنويه مختلفه طالما ان البعثه كلها عايشه اجواء جيده. طيب الاهلي مظلوم جدا يا احمد، الاهلي يعني سوري الاهلي اقول ايه، بس احنا اصل امبارح هو الاهلي بيتظلم يا جدعان. الاهلي امبارح كان بالنسبه لناس كتيره من اول امبارح الحقيقه، من بعد مباراه الاهلي والانتاج وفوز النادي الاهلي 3-2 في الدقيقه 95 والدنيا مولعه. تخيل حضرتك ان انا في ناس بتكلمني ما بيشجعوش الاهلي، يعني بيكلموني بيقولوا لي يا عم بقى خفوا علينا شويه، سيبوا لنا حاجه. طب انا اعملها ازاي؟ اسيب حاجه دي اعملها ازاي؟ او انتوا تعرفوا حد يقول لي يا ريت. يعني تعرف تسيب حاجه لحد يا لا طبعا، بس انا هقول لحضرتك على حاجه يعني وشريف داخل مثلا ولا حد داخل يحطها بره ما يحطهاش جوه. هو الماتش كان صعب عليهم، انت يعني عيش كده لايف سايكل بتاع اللي هو بيفكروا بالتفكير ده، انت خلاص الاهلي هيخسر 3 نقط، يعني الدوري رايح لينا ده كده، هم تفكيرهم كده خلاص الدوري. انت عارف يعني ايه تخسر 3 نقط؟ فعلا انت لو كنت خسرت كان بيبقى بتقل شويه فرصه الفوز بالدوري 3 نقط. بعدين
اقل حاجه ممكن يقول لك ايه ده الاهلي هيتعادل هيخسر نقطتين حلو برضو. المشكله ان الاهلي كسب بالنسبه لهم. فده بالنسبه له اللايف سايكل اللي هم عاشوه. المشكله ان انت حلموا بكده فانت مع الاهلي ما ينفعش تحلم الا بعد نهايه الصفاره. ايوه صفاره الحكم بعدها تحلم لكن ما تحلمش قبل نهايه الصفاره لان الاهلي دايما مميز بالباص 90. شوف طبعا لدرجه ان الاهلي ما بيتظلمش. لا الاهلي بيتظلم طبعا. يعني هل الاهلي هقول لحضرتك حاجه غريبه جدا. الاهلي السنه دي في الدوري ليه 9 ضربات جزاء صحيحه لم تحتسب. لا 9 ما تهزرش بقى يا احمد. 9 ازاي 9 ضربات اوريها لحضرتك بالصوره. 9 9 ضربات جزاء صحيحه لم تحتسب وخمس اهداف صحيحه. خمس اهداف صحيحه لغاها بوجود الفار. يعني لو جبت لي الصور دي والحاجات دي هعمل لك انت بتشرب ايه نسكافيه؟ هعمل لك شاي بدل نسكافيه. ليه اللي في ست تعالى هم موجودين معايا. لا ست نقط واضحين. ثلاثه قدام بيراميدز جون بتاع ووتر بواليا وثلاثه قدام البنك الاهلي في الدور الاول. انا هتعامل ان انا هتعامل ان انا ما بشجعش الاهلي. اول ماتش نبدا واحده واحده. يعني انت معاك يعني معايا بجد والله. يعني انت هتفرج الناس دلوقتي 9 ضربات على 9 ضربات جزاء اتظلم النادي الاهلي فيهم. 9 ضربات جزاء وخمس بجد ولا بتهزر؟ اه والله. طب يلا فرجني. اول حاجه ان نبدا بمباراه المقاولين العرب. الاهلي والمقاولين العرب الماتش ده خلص 3-2 لصالح الاهلي. ايوه تمام. ده اول حاجه. الماتش ده كان لينا ضربتين جزاء فيه. دي لمسه يد على مدافع المقاولين العرب. دي اول ضربه جزاء. كان الحكم في المباراه دي محمود ناجي. وحكم الفار كان جهاد جريشه. تمام. دي اول واحده. خش في الصوره الحاله الثانيه. دي ضربه جزاء طبعا اعاقه واضحه جدا على حمدي فتحي لم تحتسب. ده برضو في نفس المباراه. حكم المباراه كان مين؟ كان محمود ناجي وحكم الفار جهاد جريشه. نخش في الحاله الثالثه. دي طبعا ضربه جزاء كلنا عارفينها قدام بيراميدز لمحمد شريف عرقله من بقدم احمد سامي. ثلاثة. مين الحكم فيها؟ جهاد جريشه وحكم الفار كان طارق مجدي. طارق مجدي يعني نركز كده مع الاسماء بتاعه الحكام. طارق مجدي ومحمود دسوقي. تمام. نبص بعد كده على الاهلي وطلائع الجيش. ديت الايه؟ اللي هي الرابعه. محمود البنا الحكم ضربه جزاء طبعا لمسه يد واضحه على مدافع طلائع الجيش وكل خبراء التحكيم اكدوا ان هي ضربه جزاء. ده واضحه هي مش محتاجه. وحكم الفار وائل فرحان. نخش بعد كده على ضربه الجزاء الخامسه. ضربه جزاء بتاعه ماتش الزمالك رامي ربيعه اللي احنا كلنا شفناها بعد المباراه. كان الحكم امين عمر وحكم الفار كان محمود عاشور. اوكي. نخش في اللي بعدها. كده خمسه. كده خمسه. دي السته. الاهلي والبنك الاهلي ضربه جزاء لمحمد مجدي قفشه لمسه يد برده على المدافع كان الحكم محمد سلامه وحكم الفار عمرو الشناوي. نخش في السبعه. تمام. ده ماتش الاهلي ووادي دجله. ده خلص 0-0. احمد الغندور كان الحكم. ضربه جزاء طبعا لصالح احمد رمضان بيكهام وحكم الفار كان حسام عزب. خش في اللي بعدها. دي ضربه الجزاء اللي هي بتاعه دي الثامنه لمحمد هاني طبعا في قدام غزل المحله. الماتش ده اللي خسرنا فيه كان محمد معروف الحكم وحكم الفار سيد شعبان. خش في التاسعه. دي الماتش الاخير كانت ضربه جزاء لمروان في مباراه الاهلي والانتاج الحربي الاخيره. طبعا دي كل خبراء التحكيم يعني دي لعبه الراس ديت احتكاك. يقول لك احتكاك عادي احتكاك. طب ما انت لو بره بره منطقه الجزاء هتحسبها فاول. هنا لعيب خرج يعني ايه نزل دم من راسه. وفيها تهور واضح من المدافع مستني عشان تحسب ضرب. 9 ضربات جزاء للنادي الاهلي. هو الاهلي بيتظلم يا جماعه. ادي الاهلي هو مش عشان احنا بناخد الدوري احنا اكتر نادي في الدوري بنتظلم. ايوه عشان انت حضرتك ساكت وما كناش بنتكلم الفتره اللي فاتت. ولكن يعني فاضل كيل بصراحه. يعني الناس الحقيقه دايما يقعد يقول لك ايه من امبارح. انا بقول لك من اول امبارح الناس ما بتعملش حاجه غير انها تقول لك الاهلي ده جبروت. الاهلي ده يسيبوا لنا حق. يا جماعه نسيب لكم حاجه ازاي؟ انا برضو نقطه ان انا اسيب حاجه دي بالنسبه لي نقطه كريم مش منطقيه حتى هي غير اخلاقيه. يعني تخيل انا وانت لما بنيجي نلعب تنس طاوله مثلا وانت بتقول لي لا معلش سيبني وانا اقول لك بقى ما سيبني يعني سيبني شوط. سيبني شويه سيبني شوط والنبي. انا اعتقد كابتن اسلام ده اعتقد نتاج او موروث لسنوات كتيره تم تصدير في وجهه نظري في يعني في الثمانينات والتسعينات فكره يا جماعه زي ما تدي للاهلي ادي للزمالك، زي ما تدي للزمالك ادي للاهلي، نشوف مين عالي. لا انت هنا بتعلم الناس بشكل غير مباشر ان هو ما يجتهدش. ده امر خطر جدا. حتى شفناه في الفتره اللي جه فيها مانويل جوزيه وغير الكوره. يعني جوزيه جه قال لك مثلا يعني ايه اكبر مشكله عندكم يا جماعه؟ والله يا كابتن مستر جوزيه احنا اكبر مشكله عندنا لما بنروح شمال افريقيا بنتعب مع الناس دي.
جيش قال لك خلاص اوكي انت مشكلتك في الحته دي نفسيه اكتر منها فنيات، لانهم اصلا لعيبه شمال افريقيا فعلا ما عندهمش يعني فروقات فرديه عنك كتير، وبالتالي مع وجود بطوله زي دوري ابطال العرب في بدايه الالفينيات مروحنا كتير في بطوله دوري ابطال العرب وفي بطولات افريقيا، خلانا نعتاد ان احنا نلعب الناس دي كتير بدل ما كنا بنلعبهم مره كل 10 سنين، فكنا فعلا بنروح ما يسمى بالعقده المغربيه في الوقت ده. فانا اعتقد بوجهه نظري المشكله في الحته دي جت منين؟ الحته دي جت من حته ان لا زي ما الاهلي بيكسب طب نكسب الفرق الاخرى، وحتى النادي الاسماعيلي جه فتره دخل في المنظومه دي وبدانا نتكلم في حته ايه مثلا زي ما الاهلي ياخد الزمالك ياخد والاسماعيلي ياخد، ده حتى الشعبيه متساويه بين الثلاثه. عارف كده الاسلام ايه الملف اللي جه وقف الناس كلها على الارض؟ ملف الرعايه، ملف الرعايه. لا يا اخي مصر الرعايه دي حاجه ثانيه. لا الرعايه دي اول حسن بقول لك والله الاهرام لا 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 ملف الرعايه والله بجد هو اول ملف فعلا دخل الرياضه وعرف الناس كلها شعبيا بين الفرق في الشعبيه من كل الفريق. وهنا بقى مين اللي بيفصل؟ الراعي. بدليل نادي الاهلي لما جه قال انا هبيع لوحدي، انا مش هبيع مع الانديه، انا هبيع لوحدي خد ثمن. نادي الزمالك لما لقى نفسه مع بيت الانديه ما خدش نفس ثمن بتاع النادي الاهلي، هيقول لك ايه؟ انا هبيع لوحدي. اوكي لما راح يبيع لوحده ما قدرش الرعاه قال لهم انا عايز زي ما الاهلي خد، قال له لا مش هقدر ما اقدرش اديك. فهنا بتتكلم في انك بتتكلم في بيزنس، في بيزنس واضح مين اللي بيحدده؟ الراجل بيدفع فلوس. ما انت مش ينفع تقول للراجل بيدفع فلوس والنبي ادفع لي عشان انت بتحب، لا ده هو الراجل النهارده هياخد من البيزنس بتاعه عشان عايز الفلوس دي، لو هيدفع 10 جنيه ترجع له 100 تجيب 100 جنيه والا هيخسر. فهي دي ده اكل اول ملف يحط الناس كلها على الارض. طب احنا النهارده عايزين نعلم الناس ايه؟ لا انا عايز اعلم الناس ما يعني ايه ما تقومش وتركب اخوك، لا اخوك لازم يشتغل ويجتهد ويتعب ويركز مع القماشه بتاعته هو عشان يبقى كويس. ده اللي نتعلم زي النهارده بنتكلم على الالعاب الفرديه، اتعب واجتهد يا عمر عشان بكره تكسب بطل الصين المصنف رقم 2، لكن احنا مش هنقعد نقول لبطل الصين والنبي سيب لنا الماتش بكره عشان دي اول مره احنا نوصل، لا عشان احنا 100 مليون فعايزين بكره عشان ندعي لعمر كلنا عشان دي اول مره هنوصل. لازم احنا في رسالتنا الاعلاميه نعلم الناس، واهو من النادي من قناه الاهلي لكل الانديه في مصر اجتهد. ممكن كابتن طارق العشري جه في يوم في سنه 2006 وراح كان هو مدير فني لحرس الحدود نادي بنفس الاهلي، وراح قايل للناس يا جماعه بعد اذنكم انا رايح بكره النادي الاهلي، رايح تعمل ايه يا كابتن طارق؟ تشير لعيب؟ قال لهم لا انا رايح اعمل معايشه مع مستر مانو جوزيه عشان انا عايز اخد اتعلم من اللي هو بيعمله مع فرقه الاهلي. كابتن طارق العشري لما وكل كثيرين من الاعلاميين انتقدوه ازاي وبتاع ده منافس ليك وهو الاخر، الراجل من ساعه ما عمل الحركه دي بدانا ساعتها افتكر كابتن العشري خد نادي حرس الحدود بدا يلعب بيه في افريقيا وبدا وخد بيه كاس مصر وحتى كسب النادي الاهلي في السوبر طبعا المصري في كذا مباراتين، مره بضربات الجزاء ومره 2-0 في الكليه الحربيه، والنادي الاهلي هو ساعتها احنا ما زعلناش، والنادي الاهلي كان هو اللي يعني ايه هو اللي خد الكورس عندنا ليه خد كورس عندنا وكسبنا بعد كده، ما عندناش مشكله خالص. انت بتعلم الناس ودي واحده من واجبات النادي الاهلي كنادي كبير بيعلم الاولاد الصغيرين وبيعلم كل محبين الرياضه يعني ايه رياضه، هو ده المفروض يتقال للناس. مش النهارده النادي الاهلي هو النادي الاهلي كسب التاج الحربي يا كابتن اسلام باي مساعده؟ طب احنا الماتش كان عادي جدا في ايه يعني يا عم ده إيه مساعدات كتيرة جدا يعني السؤال ده حتى الجون الجون الثالث ما جاش في الدقيقه 96 ولا 95 ده جه في الدقيقه 93 وشويه ثواني. فالنهارده حتى يعني الكابتن محمد معروف لو كان حسب 4 دقائق وقت بدل ضايع كان النادي الاهلي هيكسب، الجون الثالث جه في الدقيقه 93. فاللي انا عايز اقوله ان احنا عايزين نخرج من فكره اصل هم عاملين يفرحوا كتير، طب ما هم عشان تعبوا ما هم بيفرحوا كتير. وفي حاجه نقطه مهمه جدا، هو على فكره في جزء من الانتصارات دي راجع لربنا سبحانه وتعالى على فكره برضه، يعني احنا ما خدناش هي كل الانتصارات راجعه لربنا سبحانه وتعالى، يعني ربنا سبحانه وتعالى برضه بيدي مجتهد طبعا، يعني لازم اجتهد الاول. يعني في النهارده فرق ما بين التوكل والتواكل صح، احنا دي حاجه متعلمه. لا والفرق الاساسي يا احمد ان احنا حاجه بسيطه جدا ظهرت في صوره النهارده، صوره انا ما كنتش اعرف، اللي انا كنت عارفه والمعلومه اللي عندي ان حمدي فتحي هينزل بعد مباراه اسوان. خلاص حمدي فتحي النهارده في التمرين، ما دي ده من ضمن الكلام اللي حضرتك بتتكلم عنه يا كريم، ان ان الناس بتفكر بعقليه مختلفه صح. انا امبارح بالليل لغايه الساعه 12 ولا 1 بالليل
بتجوز والمفروض ان انا اقضي شهر عسل وان انا اعمل كذا وانا اجلت كل ده لما بعد نهايه الدوري. ليه؟ عشان انا عندي تفكير مختلف وعقليه مختلفه. وعلى فكره العقليه دي كمان مستمده من عقليه الجمهور. جمهور النادي الاهلي جمهور ما بيشبعش بطولات. يعني تخلص البطوله دي طالبك بالبطوله دي، خلص البطوله دي وبعدين ده ناس اخذت 2 افريقيا ورا بعض، اتعادلنا ماتش الجمهور زعل وايه على طول. هو عقليه الجمهور كده خلاص، ده جمهور عقليته كده. فبالتالي عقليه الجمهور راحت على اللعيبه طبعا وعلى الاداره وعلى الناس دي كلها، لان عقليه الجمهور مختلفه تماما. تكمله كمان لموضوع ضربات الجزاء، اكتر نادي في الدوري اتحسب له ضربات جزاء النادي المصري 15 ركله جزاء. نادي الزمالك الثاني 14 ركله جزاء، معانا الارقام 14 ركله جزاء نادي الزمالك الثاني. بعد كده سيراميكا كليوباترا النادي الاهلي اتحسب له كام ضربه جزاء بقى؟ 6. واحنا مش محسوب لنا كام؟ 9. لا بس مش معنى كده، مش معنى كده ان انا بقولك احسب لي. انا معنى كده ان انا بقولك اديني حقي كحكم يعني. طبعا بس لما النادي الاهلي اللي هو بيهاجم كتير يتحسب له 6 ركلات جزاء رقم قليل برضو يعني. انا دي وجهه نظري يعني، قدامنا الارقام عشان نادي الزمالك محسوب له 14 ركله جزاء، النادي المصري 15، النادي الاهلي 6، وما اتحسبلوش 9، ما اتحسبلوش 9 ركلات جزاء صحيحه في ظل وجود الفار هذا الموسم. أيوه. وفي 5 اهداف كمان اتلغوا في وجود الفار. يعني الهدف رقم كارثي اكتر من ضربات الجزاء. يعني رقم اهداف 5 اهداف صحيحه ما تحسبوش، ده على فكره رقم كبير جدا. طبعا. واهداف صحيحه، ده يعني ممكن ناس لو حصل لهم كده يطلعوا يعملوا امراض، خلي بالك يقولوا امراض يقول لك انت ضربه الجزاء بتاع ماتش المقاولين، طب انت بتتكلم انت كسبان الماتش. لا انت في ماتش بيراميدز بتاع الدور الاول جون بوطب وعلي ماتش المحله والبنك الاهلي وماتش البنك الاهلي الحكم الانجليزي الماتشات كلها خسرنا نقط. قعد القنوات قال لك انا مش مصدق، ان دي ما اتحسبتش، ان الحكم لا ايه مش مصدق ان حكم الملعب لغاها وان حكم الفار وافقوا معانا الصور. طيب ورينا الصور اللي هي الخمس صور اللي بعد كده قبل الفصل، وبعد الفصل نرجع نحلل يعني. لكن الخمس اهداف اللي هم اتلغوا، اول صوره هدف محمد شريف في شباك، ادي اول هدف طبعا ده هدف في شباك سيراميكا كليوباترا كان سجله كهربا، كان الحكم الفار محمود الدسوقي. الهدف احنا كسبناه 2-0 كمل بغض النظر. تمام كمل الصوره اللي بعدها، ده هدف البنك الاهلي اللي كنا لسه بنتكلم عليه، ده برضه هدف اتلغى صحيح، كان حكم الفار عمرو الشناوي والحكم كان محمد سلامه. تمام تاني مره كابتن عمرو. التالت ده هدف بيراميدز وولتر بواليا، واحد من المهاجمين المكاسب وهنتكلم عليه دلوقتي، جاب جون، وطبعا الحكم طارق مجدي، نسجل دايما طارق مجدي في حكم الفار هو اللي لغاه. اللي بعدها ده هدف محمد شريف في شباك مصر المقصه، ده الهدف الاخير اللي هو كان في مباراه مصر المقصه الاخيره، كان الحكم الفار برضه كان طارق مجدي والحكم محمود عاشور. تمام المباراة المقصة الأولى، ده بقى هدف برضو في مباراة المقصة الأولى، كان حكم الفار محمود دسوقي والحكم إبراهيم نور الدين. يعني لو ركزنا في الأسماء هنلاقي إن الفار كان لغى هدفين لينا، محمود دسوقي وطارق مجدي لغى هدفين، اتلغنا 5 أهداف صحيحين في ظل وجود الفار. أوكي. في ظل وجود الفار بيتلغى لك 5 أهداف صح و9 ركلات جزاء ما بتتحسبش في الدوري السنه دي. نجيب له قطه الفار ده عشان اصل مش لا بجد اصل الموضوع بالنسبه لنا بقى لو كابتن طارق مجدي محتاج يذاكر شويه. لا هو اللي انا مستغربه الخط ليه مش بيتعدل عندنا؟ ليه الخط يعني ليه في شك في الخط؟ هو مش اجهزه بتيجي من بره والخط المفروض يبقى مظبوط؟ هنرسم. طب ليه الخط يعني ما يبقى ايه لازمه وجود الفار؟ مساحه الوقت ما بين لو هو الحكم بيقف في الملعب ويقول للعيبة لو سمح اصل التسلل انت فاهم هو الحكم فعلا ملوش اي دعوه، هو بيقول له حكم الفار هو بيرسم بس المفروض يبقى فيه الجهاز اللي بيظبط الخط منعا للشك. لكن مش معقول يبقى فيه الفار وانت عامل الخط والاهداف تتلغي. لا يعني احنا اتلغلنا 9 ضربات جزاء او اتلغلنا 5 اهداف ولم يحتسب لينا 9 ضربات جزاء ده حقيقي 14 هدف بجد. وبعدين يرجع يقول لك ايه اصل احنا الاهلي ده جبروت، هو الاهلي بيتظلم؟ لا دي مش وجهه نظر. اللي احنا اللي اتقال ده دي الورقه دي مش وجهات نظر. امال ايه؟ دي وقائع. ايوه يعني بالصور عشان بس ما حدش يقول دي وجهه نظر. لا ده الصور وعاملين عليها دايره. ده احنا الصور وعاملين عليها دايره. عموما هنكمل كلامنا لكن خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل ابعتوا لنا على هاشتاج كريم و او ثابت و كريم وثابت مع كريم وثابت مع الشاطر. خلينا نطلع بعد هذا الفاصل، هنرجع نتكلم عن تحليل كل الصور وكل الفيديوهات خلال الفتره اللي فاتت والفتره اللي جايه ان شاء الله، ماذا سيفعل النادي الاهلي بعد هذا الفاصل.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. انتقل كريم سعيد واحمد ثابت للجزء الاخر من الاستوديو عشان يتكلموا مع حضراتكم عن مباراه الاهلي والانتاج الحربي. خليني ابدا معاك يا كريم الاول. نعم. بهذه المباراه المهمه ووجهه نظرك في هذه المباراة. طبعا عشان نتكلم في مباراه يا كابتن اسلام مش هنقدر ما نتكلمش على مباراه الاهلي والبنك الاهلي. تمام. الاهلي والبنك الاهلي لحد ما النتيجه كانت سلبيه واعتقد ضيعنا يعني انتصار كان في ايدنا بالفعل. وفي وجهه نظري هي مباراه مشابهه لمباراه الجونه. يعني مباراه الجونه ومباراه البنك الاهلي دي نفس اللعبه بالظبط. نفس الستايل نفس الاسلوب نفس السيناريو نفس كل حاجه. بس ربما في وجهه نظري يعني الخطا الوحيد اللي ربما كنا احنا يعني وقعنا فيه في نهايه المباراه هو تحويل خطه اللعب ل 4-3-2-1 عشان نامن خط الوسط. في ماتش الجونه رمضان بيكهام نزل ارتكاز ثالث وسحبنا جناح، وفي ماتش البنك الاهلي برضو نزل اليو ديانج مع حمدي فتحي مع عمرو السوليه كارتكاز ثالث وسحبنا جناح. هو ربما اشوف وجهه نظري في نوعيه الماتشات دي هي اللي بتخلي المنافس يبدا يهاجم من على الاطراف. ماتش الجونه قدروا ياخدوا فاول حولوه لهدف محمد نجيب، وفي ماتش البنك الاهلي عاصم صلاح قدر يعمل الكروس. ماتش الانتاج الحربي بقى في وجهه نظري بيتسو موسيماني فعلا يعني ابدع وعمل حاجه ممتازه جدا 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 جدا. قدر ان هو يحول فيها تاخر النادي الاهلي ب 2-1 لمكسب ل 3-2 في نهايه المباراه يا كابتن ستايل. بيتسو موسيماني ببساطه عمل ايه عشان برضو يبقى الساده المشاهدين معانا شايفين الامور التكتيكيه والفنيه بشكل قريب. احنا بنلعب ال 4-2-3-1 بدايه المباراه وما عندناش اي مشكله بصراحه. انتاج الحربي مع بدايه الشوط الثاني يا احمد نديهم تحيه بصراحه للكابتن احمد كوشي واللعيبه كلهم بصراحه مستوى بدري عملوا مباراه ممتازه حاجة. وقدروا يعملوا يرجعوا في النتيجه من 1-0 ل 2-1. وهنا خلاص هو عايز بقى يحافظ، لا اما ياخد نقطه لا اما لو يقدر يحافظ يخطف الانتصار. بيتسو موسيماني بدا يخاطر في تغييراته وعمل واحده من احلى التغييرات اللي ممكن نشوفها. هو الراجل ببساطه رايح، اذا افترضنا يعني ان اليو ديانج ده شال هو بدري بانون خالص من الملعب وحط اليو ديانج مساك ونزل طبعا ياسر ابراهيم مكان ايمن اشرف، وراح عمل تركيه حلوه قوي قوي ما بين علي معلول و محمود وحيد. اذا افترضنا يعني ان الكوره اللي معانا دي هي محمود وحيد، خلاه هو على الطرف وخلى علي معلول داخل لجوه بشويه وينج مش وينج على الطرف، هو ساب محمود وحيد هو اللي واخد اللاين ودخل علي معلول سنه لجوه وخلى عمرو السوليه لوحده في نص الملعب وخلى مجدي قفشه في مركزه كبلاي ميكر وحط ثلاثي في الامام ما بين مروان محسن وولتر بواليا ومحمد شريف. طيب ايه الفكره ببساطه؟ هو عارف تماما ان انا النهارده مزنوق في الوقت وعايز اجيب جونين لان انا النهارده حتى التعادل ما يفيدنيش. طب اعمل ايه؟ هلعب على الكرات العرضيه، معايا مروان محسن ومعايا وولتر بواليا ومعايا محمد شريف، الثلاثه هحطهم داخل منطقه الجزاء. طيب محمود وحيد لو انا طلبت منه انه يطير، اذا افترضنا يعني ان الكوره دي معانا دي محمود وحيد، اذا افترضت محمود وحيد هيفضل طاير من على الطرف، طيب ما الانتاج الحربي هيبدا يقفله من على الطرف ويعمل له بلوك ويقف عليه واحد واثنين وثلاثه ويمنع الكرات العرضيه تتلعب. يبقى لازم انوع ما بين اثنين، محمود وحيد وعلي معلول. بس علي معلول لما يلعب الكروس ما يلعبوش من على الطرف، يلعبوا من داخل الملعب عشان النهارده يبقى الكروس بتاع علي معلول ده مفاجئ لمين؟ لحارس المرمى وللمدافعين. هو ده اللي نجح فيه بالظبط، لان حارس المرمى كانت بتسوي طبعا حركه يعني ادرى العارفين، لما بيجي له كروس من داخل الملعب الكره بتلف بشكل هيمنعه انه يقدر يطلع يمسكها، لكن لو الكروس ملعوب من هنا على الطرف من هنا اهو هي سهل، ليه؟ انا باخد الخطوه بتاعتي وبطلع امسك الكوره، لكن لو ملعوبه من داخل الملعب لو انا خرجت ممكن ما الحقش الكوره، وبالفعل ده اللي حصل في كوره وولتر بواليا. اضيف على كلام كريم برضو ان هو علي معلول في المباراه اللي هي بتاعه البنك الاهلي كان واضح ان هو في نهايه الشوط الثاني مجهد بدنيا، كان واضح جدا، فهو بيتسو موسيماني حب ان هو يخلي علي معلول في الجنب الهجومي بس يريحه يقول له ما تقومش بواجب دفاعي وخليك انت قدام الدين العرضيات. ايوه ده كان برضو سر من اسرار التغييره دي. طبعا هو حول طريقه اللعب زي ما كريم قال ل 4-1-3-2. طبعا لو افترضنا ان ده بواليا مثلا اهو
هي الطريقه بقت كده بالظبط 4-1-3-2. لو جبنا صوره التشكيله هات اللي هي التشكيله اللي هي 4-1-3-2 اللي هي كانت في اخر ربع ساعه ازاي كانوا النادي الاهلي بيلعب. طبعا أيه. هو يحسب لموسيماني تغييراته في المباراه دي بسم الله ما شاء الله موفقه كلها الخمسه. اولا تغييره حسين الشحات مكان اجاييه. ليه اجاييه ما كانش موفق؟ نزل حسين الشحات اللي لازم نقول له شابوه على الاداء اللي بيأديه في الفتره الاخيره وتحيه كبيره جدا لحسين الشحات. التغييره الثانيه كانت خروج محمد هاني اللي هو الباك رايت اللي كان برضو يعتبر لحد ما كان غير موفق في المباراه ودفع بيه الاول دفع بولتر بواليا كمهاجم ونزل الاول نزل محمد شريف كمهاجم ثاني وبعد كده نزل وولتر بواليا مكان كهربا وتوظيفه لولتر بواليا ادي قدامنا على الشاشه. هو وولتر بواليا كان بيلعب رايت انسايد فورورد جناح ناحيه اليمين بيتحول كمهاجم ثاني والكره معانا بيبقى فيه ثلاثه راس حربه قدام بواليا ومروان ومحمد شريف. يعني اول ما الكره مثلا زي كره الهدف لو استعرضنا الهدف اللي معانا او اي حاله من الحالات اللي معانا هات الحالات كمل زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشه 4-1-3-2 محمد مجدي قفشه في العمق بواليا ناحيه اليمين علي معلول ناحيه الشمال ومحمد شريف ومروان بواليا بيضم معاهم كمهاجم ثالث لما الكره بتيجي مع علي معلول وعمرو السوليه. في حته بس نقطه ان احنا عمليه ان انت بتهاجم بديه دي عمليه ريسك كبيره جدا طبعاً. وده الفرق ما بين موسيماني في افريقيا وموسيماني في الدوري. ايه ان موسيماني في الدوري بياخد الريسك كبير جدا يعني بيهاجم بشراسه دايما الاطراف طايره دايما محمد هاني طاير دايما علي معلول طاير عكس افريقيا افريقيا بيبقى في حذر كبير جدا عشان كده بياخد ريسك كبير جدا. لو جبنا اول حاله معانا هنشوف هات الصور اللي هي بتاعه الحالات هنلاقي دي مثلا الفيديو طبعا ده ديانج الدبابه بسم الله ما شاء الله العداء بيلعبها المعلول. بص بواليا كان فين كان جناحه راح فين راح مهاجم تاني. هي الفكره ان هو ده اسمه رايت انسايد فورورد يعني جناح بيتحول لمهاجم لكن هو على طريقه اللعب 4-1-3-2. بص بتحرك بواليا فين هو كان جاي غير مراقب هو اصلا هم اتنين فراوده وبواليا جاي من ورا اتحول لمهاجم تالت. فهنا لعبه بيتسو موسيماني في اخر ربع ساعه ان طبعا اهو اليو ديانج رجع مساك قدامنا على الشاشه جنب ياسر ابراهيم اللي هو وحيد اوعى وحيد ده عداء بسم الله ما شاء الله عليه اليو ديانج بسم ربنا يحميه يعني لعبها ليه علي معلول. بص بواليا فين وقف بص بواليا فين جناح اهو هيتحول لمهاجم ده اللي احنا بنتكلم فيه هيتحول لايه لمهاجم ثالث مع محمد شريف ومع مروان اللي هم الاثنين اللي قدام والظاهرين طايرين حسين الشحات ومحمود وحيد كمل أيوه. اهو علي معلول بيعمل الاوفر بص بقى تحرك بواليا ما بين في الهاف سبيس ما بين المساك وما بين الباك ده الجون كله وبواليا ممكن الجون ده يفكرنا بفلافيو. هل بواليا هيكرر تجربه فلافيو هل بواليا ده السؤال يعني نتمنى ان ده جون حلو فلافيو جاب جون وحش ده جون كمان ايه ده بيفكرنا بهدف جيرالدو في مباراه ده جون عالمي جون عالمي. قبل بس ما نكمل كلامنا خلينا نشرك الناس معانا كريم امين بيقول متخيلين حضراتكم دي احصائيه لوحدها كفيله انها تخليك تحسم بطوله دوري بدري ومش بس كده تقدر تحقق لقب هداف البطوله واقوى هجوم ده في على هاشتاج كريم وثابت مع الشاطر. ايضا خالد يوسف بيقول تحياتي للكابتن اسلام فضلك يا كابتن اسلام التركيز على 9 ضربات جزاء وكذلك الخمس اهداف ضروري ياخدوا مساحه كبيره حتى لو كل يوم مع تحياتي نعملها كل يوم حاضر هاني. هاني بيقول لماذا يستغل الاهلي شعبيته الجارفه وياخذ اعلان مباريات ربنا يسهل ان شاء الله. برضو ناجي بيقول سؤال كابتن اسلام يا ترى في صناع العاب مع المنتخب الاولمبي ورايك فيهم هل يمكنهم صنع الفارق في حاله تغيير الطريقه؟ احنا هنتكلم اكتر عن المنتخب الاولمبي في العشر دقائق الاخيره. زيزو ما سبب من وجهه نظركم في تراجع الاداء في الاولمبياد حتى الان ما يقرب من 30 مصري ومصريه خسروا؟ اتكلمنا في هذا الموضوع. احمد رضا كابتن اسلام عليكم السلام منور يا كابتن ثابت انت وكريم اضربوا تمام احنا شغالين بما نراه يتناسب مع سياسه النادي الاهلي. ميدو متعب بيقول لك الاهلي ما دفعش اشتراك الفار والله على رايك يا ميدو. خالد بيقول بصراحه مسؤولين لان كان لازم الكلام في 9 ضربات جزاء والخمس اهداف والتركيز عليهم عشان نخرس اي واحد يقدر يتكلم ان هو عنده مظلوم او كذا او كذا او كذا. طيب كمل يا احمد لان لسه هناخد بعض نكمل الاسئله نكمل الحلقات معانا يا جماعه كل ما يخص الاسئله اللي حضراتكم عايزين تسالوها سواء لكريم سعيد او احمد ثابت هسال كريم في اخر 10 دقايق. دي الطريقه اللي كان كريم بيتكلم عليها. اتفضل. ده عمرو السوليه كان ارتكاز وحيد 4-1 ادي قفشه
اللي هو البلاي ميكر قدامنا اهو في العمق، وعلى يمينه بص اللي فاتح مين، حسين الشحات، وادي محمود وحيد اهو، الظاهرين طايرين، وعلي معلول جناح يعني يعتبر جناح ضامم لجوه، وبواليا هو اللي جناح بيتحول لمهاجم ثالث مع مروان ومع محمد شريف. ده فكر موسيماني في اخر ربع ساعه قدر ان هو بسم الله ما شاء الله يعني ربنا وفقه فيها، وقدرنا ان احنا نعمل كومباك هايل. كمل الصوره اللي بعدها، دي طبعا صوره كابتن سيد في النتيجه كانت 2-1. دي حاله من الحالات برضه. هو لا ده معانا فيديو برضه، هو كان كابتن سيد راح قال للعيبه، شاف ان اللعيبه بتعمل تمريره طوليه، فهنا يعني دي ان ايه الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ ده بيقول لهم يا جماعه العبوا على الارض، العبوا كورتكم لسه في وقت. كان لسه بدري. في كوره اعتقد في دي حوالي 64 وايمن اشرف لعب كره طوليه وراح قال لهم العبوا على الارض. دي حاجه برضه بتدل على شخصيه كابتن سيد بصراحه. دي بقى الحاجه السلبيه اللي انا بتكلم فيها، او النقطه الوحيده اللي في النادي الاهلي، ان احنا في مباراه الدوري بناخد ريسك كبير جدا. بص انت بتهاجم بكام لعيب؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 لعيبه. فهنا ده على فكره هدف الانتاج الحربي الثاني، ده الهدف الثاني، انت بتهاجم بثمان لعيبه بس. هنا يا احمد خلي بالك كانت نتيجه 1-1. اه طبعا يعني دي كانت مبرره، لان اللعيبه خلي بالك بعد ال1-1 بداوا يحصل نوع من البانيك، بس حصلت بسبب التعادل بتاع البنك الاهلي. حصلت في مباراه البنك الاهلي نفس الفكره، ان احنا برضو احنا عندنا، انت دلوقتي عندك تراجع بدني بسبب ضغط المباريات. فانت عندك هنا حل الموضوع ده ايه؟ يا اما تعمل ضغط عكسي تستخلص الكره بسرعه توقف الهجمه، يا اما تعمل فاول تكتيكي. يا اما تعمل فاول تكتيكي، ده يا اما واحد من الظاهرين اللي هو هاني او محمود وحيد اللي هو علي معلول يضم لجوه عشان يبقى ارتكاز معاهم. ده حلها. لكن انت دلوقتي هو لما دخل هنا عدى من السوليه، طبعا السوليه مجهد عمل التمريره الريسكي في ظهر مين؟ بدري بانون. ده هدف الانتاج الحربي. حتى لو جبناه كان بدري كمان. هو اللي لازم الناس تعرف يا كابتن اسلام ان المهاجم هو بيجري بوشه والمدافع بيقابل، طبيعي السرعه هتبقى يعني طبعا. المهاجم عنده ميزه، ده مش عيب في بدري بانون بالظبط. انت الفكره بدري بس بانون بس انا الحقيقه برضو معلش مع احترامي لانه انا كنت شايف ان بدري بانون بعد رحله المغرب لازم يريح طبعا. انا شايف عندك ياسر ابراهيم صح. طبعا انا ياسر ابراهيم لازم ياخد فرصه في الماتشات الجايه بصراحه. اكمل بس النقطه دي لانها مهمه جدا. انا بالنسبه لي طبعا مش زي المدير الفني، انا مش شايف، انا شايف من بره صح. المدير الفني هو اللي شايف، هو الاقرب، هو اختياراته اللي صحيحه دائما. ولكن انا وجهه نظري ان كان بدري بانون جاي من المغرب ومسافر وخد اليومين اجازه في المغرب وجاي على التمرين، كان وجهه نظري ان هو يريح، خصوصا ان انت محتاج ان انت تلعب ياسر ابراهيم، محتاج ان انت تلعب رامي ربيعه، عندك سعد سمير، عندك هذا الثلاثي محتاج ان انت تلعبه خلال الفتره اللي جايه. فدي النقطه اللي هي جا منها الهدفين، يعني في مباراه البنك الاهلي وفي الانتاج، ان انت ضاغط بكل اللعيبه دي وبالتالي تلعب التمريره في ظهرك. فهنا لازم اللعيبه طبعا تكون نوعا ما، يا اما نعمل فاول تكتيكي في وسط الملعب يضيع الهجمه المرتده بتاعتهم. أيوة. خاصه كمان ان احنا في دوري بنلعب بريسك اكبر من بطوله افريقيا. تمام نكمل بقى كمل الاهداف الحالات. طبعا معانا حسين الشحات. حسين الشحات واحد من الناس اللي لازم يديها حقها. هو يعتبر الناس كانت بتنتقده، ولكن هو ثالث اكتر لاعب، يعني بص حسين الشحات في الفيديوهات بتاعته هو ثالث اكتر. لا دي ده الحاله اللي هو بياكد ده حلوه، بس ده مجدي قفشه اللي عمله. اللي هو ثلاث مهاجمين في الفيديو ده بياكد برضو ان هي طريقه تغيير الطريقه. هات بس ارقام حسين الشحات، يعني جهز لنا ارقام حسين الشحات، هتلاقي ان حسين الشحات ثالث اكتر لاعب مساهمه في اهداف مع النادي الاهلي. يعني الاول محمد شريف، الثاني علي معلول. علي معلول وصل لتسعة اسيست. ادي ارقام حسين الشحات قدامنا على الشاشه. جايب كام جون حسين الشحات في 19 مشاركه اساسي؟ 7 اهداف. طب الاكسبكتد جول، الاهداف المتوقعه بتاعته 4.2. بص الفينش بتاعه، يعني هو المفروض يجيب 4.2 هدف، يعني 4 اهداف جايب 7. ده دليل ان الفينش بتاعه كويس جدا. صانع كام جون؟ 5. يعني حسين الشحات مساهم في كام هدف؟ 12 هدف للنادي الاهلي في الدوري. أيوه. اكتر جناح مساهم في النادي الاهلي في اهداف هو حسين الشحات. ايوه. ثالث اكتر لاعب صانع فرص في النادي الاهلي. طبعا الاول قفشه، قفشه صانع 52 فرصه الاكثر في الدوري. الثاني علي معلول، والثالث حسين الشحات. التمريرات بتاعته 677 صحيح من 842. ايوه. والتمريرات البينيه 22 صحيحه، واخر حاجه المراوغات بتاعته 36 مراوغه ناجحه من 57. بصراحه حسين الشحات يستحق يعني التحية على ارقامه. علي معلول لا، واضافه كمان ان حته الجزء الدفاعي للجناح مهم جدا في الاسلام. طبعا يعني طبعا بنحاسب الجناح، ما بنحاسبوش بس ولعب باك يمين. يعني حتى ايفن قبل ما يلعب او قبل ما يحط عدد الاهداف او يعمل اسيستات للاهداف،
حسين الشحات دوره الدفاعي مع الفول باك اللي وراه من بدايه الدوري واحد من افضل الاجنحه الدفاعيه في النادي الاهلي، ولما بيغيب بنحس بالفرق في حده مساعده الجناح الهجومي بالفول باك. وبرده اعتقد حسين الشحات مع اكرم توفيق عملوا الاثنين الى حد ما ثنائي جيد جدا في الجبهه دي، يشبه الثنائيه اللي كان عاملها علي معلول مع اجاييه لما كان اجاييه لحد ما فات اكتر من الوقت الحالي. صح، علي معلول طبعا طيب. علي معلول يعني بنتكلم واحد من ابرز صناع الاهداف وصناع الهجمات ومفسدي كمان هجمات للخصوم، بنتكلم على 15 مشاركه، اربع اهداف الفول باك يا احمد، ده رقم مش قليل، مطلوب منه مثلا 4.8 هدف بس هو جاب منهم اربعه، ده شيء جيد. ده الرقم المهم عندي بقى، صناعه الاهداف 8 وصناعه الفرص 28، وحاجه مهمه بقى الشخصيه، يعني انا دلوقتي بقول للناس رقم اللي هو صناعه الاهداف 8، لكن خلي بالك الشخصيه بتاعته في 9 اسيست، الشخصيه بتاعته في ماتش الانتاج الحربي في هذا الضغط في هذا الوقت يعني الضيق جدا، ان انا اعمل كروس بهذا الاتقان في الدقيقه 93 ويجي منها هدف الانتصار، ده امر ربما الاحصائيات ما تبينوش، لازم احنا نحلله. بنتكلم برضو على صناعه الفرص 28، عامل 1241 تمريره منهم 991 تمريره صحيحه بنسبه 80%، دي نسبه عاليه جدا. عرضيات 86 كره عرضيه منهم 30 رقم جيد، مراوغات 26 منهم 20 صحيح رقم جيد، استخلاص الكره من ملعب الخصم عملها 23 مره نجح من 87، ده برده رقم بيبين لنا قد ايه الجبهه اليسرى في امان مع علي معلول. بالمناسبه واحنا بنتكلم عن الجبهه اليسرى، ناجي بيقول لك تغييرة مستر بيتسو موسيماني، محمود وحيد وعلي معلول مع بعض في الملعب، وتغييرة مانويل جوزيه سيد معوض ووجود جيلبرتو في الملعب في ماتش الاسماعيلي، هل تتشابه؟ ممكن، بس هي الفكره ان حضرتك طبعا فاكر جيلبرتو كان بيعمل الدورين، كان بيلعب وينج، كان بيلعب فول باك، وكان بيلعب خط وسط اصلا، جيلبرتو اصلا مع انجولا كان لاعب خط وسط داخل، ما كانش فول باك، فمستر مانويل كان بيستخدم سيد معوض هو اللي يحطه على الخط، وكان بيدخل شويه جيلبرتو داخل الملعب، وهي دي الفكره احلى واحده عملها بصراحه موسيماني من ساعه ما مسك الاهلي لما دخل علي معلول لداخل الملعب، دي كانت تغييره رائعه يستحق بصراحه الاشاده عليها. طيب قبل برضو ما نطلع بريك اخير، عايز برضو حد بيسال، طه بيسال كابتن اسلام، ايه سبب تكرار الانفراد من الكره البينيه اللي اتكررت في ماتش بيراميدز والانتاج ووادي وادي ما حصل تاني؟ احنا شرحناه دلوقتي، قلنا ان هم النادي الاهلي في قفه الدوري مختلف شويه، ان احنا بناخد الريسك، انت بتهاجم بثمان لعيبه في افريقيا، الظاهرين واحد فيهم بيبقى واقف ورا وواحد فيهم بيتقدم. ايوه يعني مثلا تلاقي اكرم واقف ورا، علي معلول بيتقدم، لكن في الدوري تلاقي الاثنين طايرين، موسيماني نوعا ما بيبقى عنده الثقه اكتر في فرقته ان هي ان شاء الله هتكسب، فبيبقى واخد الريسك اكتر، فده حله ان انت تعمل ضغط عكسي او تعمل فاول تكتيكي. طيب هنكمل كلامنا وهنتكلم اكتر بقى في العشر دقايق الاخيره عن المنتخب الاولمبي وكيف يستطيع ان يفوز منتخبنا الاولمبي غدا ان شاء الله في مباراه امام استراليا، بس بعد هذا الفاصل، ونرجع مره ثانيه لكريم واحمد سيد. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خبر حالا من الموقع الرسمي للنادي الاهلي، الاسباني اوجاستي مديرا فنيا لسله النادي الاهلي رجال. أعلن الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي أن اختياره وقع على الأسباني أوجاستي بوش لتولي مهمة الفريق الأول لكرة السلة رجال في الموسم الجديد. أضاف أنه أبلغ مجلس إدارة النادي الأهلي بهذا الاختيار لاعتماده، وسوف يقوم بالاتصال بالمدير الفني الأسباني لترتيب كافة الأمور الخاصة به وتوفير كل الاحتياجات الفريق خلال الفترة القادمة. إذن أوجاستي بوش مديرا فنيا لسلة النادي الاهلي رجال. تعليقك يا كريم لو عندك اي تعليق. طبعا احنا في بدايه الحلقه كنا بنتكلم على فكره تقسيم البطولات وتقسيم المباريات، وان لو انت النهارده كسبت والنبي سيب لي واحده بكره وهكذا، ده كان احد الامور المطلوبه في موضوع أوجاستي من حوالي اعتقد أوجاستي، بس خلينا نقول للناس ان أوجاستي ده كان المدير الفني السابق لنادي الزمالك، وعقده انتهى ورجع اسبانيا وبعد كده تفاوض النادي الاهلي مع بالظبط، وكان في بعض الانباء اللي قالت النادي الاهلي بيتفاوض مع أوجاستي بعد ما هو فسخ عقده مع نادي الزمالك، يعني احد المطالبات في احد القنوات الرياضيه تم مطالبه الكابتن محمود الخطيب برجاء لو سمحت يا كابتن خطيب ما تتفاوضوش مع أوجاستي عشان ده ربما يخلي الاجواء مش لطيفه
في السوق. السؤال هنا حصل مع النادي الاهلي. السؤال هنا لما رمضان صبحي عقده انتهى مع النادي الاهلي وماطل في التوقيع على عقده للنادي الاهلي اللي رجعه يشارك في الكوره بعد ما كان قاعد احتياطي في انجلترا ورجعه منتخب مصر ورجعه منتخب الاولمبي وهو رفض، وكلنا قلنا رمضان حر، احنا في عصر احتراف هو حر يمضي للاهلي يمضي للزمالك يمضي للبيراميدز. يا كريم كان ان هو يروح النادي بيراميدز وهو بالتالي ما عندناش مشكله، بس هو فضل فتره ما بيماطل، هو ما كانش واضح من الاول، هو فضل فتره يماطل ومفيش مشكله، ده حقه على فكره يعني احترافيا ما بقول ما عندوش مشكله. هل في يا كابتن اسلام اي وسيله اعلاميه طلعت قالت لو سمحتوا يا جماعه بتوع بيراميدز ما تاخدوش رمضان صبحي ناشئ الاهلي واللي الاهلي صرف عليه في سنتين اعاره ما يقرب من 30 او 40 مليون جنيه عشان ده هنا هنعمل مشكله في الاجواء؟ هل ده حصل؟ لا ما حصلش. يبقى انت هنا عايز تطبق الاحتراف على النادي الاهلي، ولما يجي النادي الاهلي يستغل حقه في نفس السوق انت بتيجي تقول له لا 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 لو سمحت ما تتعاقدش مع جوزتي عشان انت كده ممكن تخلي الاجواء ملبده بالغيوم. طب ممكن ازيدك من الشارع؟ اتفضل. طب لو رمضان صبحي راح الزمالك ما يروح وحر؟ ايوه لا ربنا يوفقه. يعني حد طبعا يروح ربنا يوفقه خلاص، لكن انا بكلم في نقطه ثانيه خالص. طب حد هيطلع يقول والنبي يا جماعه ما تودوش عشان لا مستحيل طبعا. اشمعنى دي صحيح اللي هيتكلم عليها؟ ما هي دي اللي بقول لك عليها، هي دي الفكره اللي لازم تتشال من حتتين، تتشال من السوق المصري الفكر وتتشال من الاعلام المصري. ما ينفعش النهارده تتعامل بصيغه انت واحده وانا واحده، عارف عادل امام في الفيلم لما قال لها انت باكو وانا باكو؟ ما فيش الكلام ده، انت النهارده اشتغل تاخد، في عقد انت بتلتزم بيه، عقدك انتهى، ما دام يبقى الشخص عقده انتهى فهو متاح للجميع. ومبروك على منظومه كره السله بالنادي الاهلي هذا الموديل الفني. تمام ابو حميد، هنتكلم عن المنتخب الاولمبي بكره، هنتكلم بقى عن اللي هيحصل بكره مع المنتخب الاولمبي. التشكيل طبعا هو اللي بيلعب بيه كابتن شوقي غريب برضه عشان الناس تكون فاهمه طريقه اللعب، 5 4 1 في الحاله الدفاعيه، اكرم عمار طبعا بيرجع جنب اكرم توفيق في الحاله الدفاعيه عشان تبقى 5 4 1 ورمضان بيضم في وسط ملعبنا كده، وصلاح محسن اهو واحمد ياسر ريان، بتبقى دي طريقه اللعب 5 4 1. الطريقه دي دفاعيا كويسه جدا، قافل الخطوط الثلاثه بتاعتنا متقاربه، نجحت قدام اسبانيا، ولكن المشكله في عمليه التحول ان صلاح محسن مهم جدا ان هو زي ما قلت لحضرتك ان هو لو انت هتلعب بالطريقه دي بكره يبقى افضل ان صلاح محسن هو اللي يكون المهاجم. ليه؟ عشان هو اللي يعني لو جبت الصور، هات الصور كده هتلاقي اول صوره معانا، شوف ازاي صلاح محسن بيصنع الفرصه لما تحول لمهاجم ومع رمضان صبحي تحديدا. لكن انا بشوف ادي اول صوره معانا اهي، بص يا كابتن اسلام صلاح محسن بيلعبها ليه رمضان صبحي؟ بص صلاح محسن فين؟ في مكان المهاجم في العمق، هو اللي بيعمل ده الانفراد اللي راح بيه. هات الصوره اللي بعدها هتلاقي رمضان راح بها انفراد، مين اللي عاملها له من الاول؟ صلاح محسن لما دخل للعمق، هو اللي عنده حته يعمل لك حته العمق الهجومي الغايبه، احنا منتخبنا عقيم هجوميا. ايوه العمق الهجومي ده هيرجعه لما يرجع له، لو انت هتلعب بيه يعني بصلاح محسن قدام، لو هتلعب بالخمسة أربعة واحد يبقى صلاح محسن افضل، مش تقليل من احمد ياسر ريان، احمد ياسر ريان مهاجم كويس جدا. أيوة. ومهاجم ممتاز في ضربات الراس، هداف هداف الدوري حاليا، ولكن هو احمد ياسر ريان لو هلعب كره هجوميه هلعب، هيبقى عندي صانع العاب، هلعب وينجين وينجين اقدر اشغله، لكن انا محتاج اللي يشغلني اللي هو صلاح محسن. بص الصوره اللي بعدها برضو دي لعبها ليه، الصوره اللي بعدها هتلاقي هو ده، بص حضرتك راح فين؟ راح في العمق في حته اللي انت كنت بتتكلم عليها اللي هي الالتحامات الهوائيه. اهي برده كريم العراقي قاطع اهو من ورا اهو في نهايه الصوره، كمل الصوره اللي بعدها هتلاقي كريم العراقي قطع اهو وصلاح محسن اللي لعبها له، يعني الفرصتين الخطيرين قدام الارجنتين في الشوط الاول كان اللي عاملهم صلاح محسن. أيوه. لما دخل للعمق تمام كمل، ده الشكل اللي انت تتمنى ان هو يلعب، اتمنى ان هو يفكر في فكره صلاح محسن لازم يبقى مهاجم في لو هلعب ب 5 4 1، لكن لو هتلعب ب 4 2 3 1 وهتاخد الريسك وده الافضل ان انا العب 4 2 3 1، انا عندي اثنين مساكين خبره احسن. أيوة. اثنين مساكين حاليا يعني في المنتخب الاول هم اللي بيلعبوا حجازي والونش، يعني انا مش محتاج ان انا العب بثلاثه، وخاصه ان استراليا عندها غيابات، ده طبعا كره كان غير فيها موفق، دي كان لو كان الفينش موجود كنا نقدر نسجل، لازم بكره استغلال انصاف الفرص مهمه جدا في المباريات دي. كمل الصوره اللي بعدها، جري الصور برضه في صوره، دي الخريطه الحراريه بتاعت اكرم توفيق، بسم الله ما شاء الله، الخريطه الحراريه بتاعت اكرم توفيق يعني واحد من اهم اللعيبه، هو يعتبر افضل ثلاث لعيبه. كمل الصوره، في صوره معانا افضل ثلاث لعيبه في المنتخب مصر، الاول كان اعلى تقييم احمد حجازي، رقم 2 كان الونش، رقم 3 اكرم توفيق،
ومحمد الشناوي كانوا أيوة. يعني الثلاثه الكبار من ضمن افضل اربعه ومعهم اكرم توفيق أيوة. ده طبقا للارقام. اتفضل يا كريم. طيب بس اعتقد هو مش هضيف على كلام احمد كتير يا كابتن اسلام. انا ما زلت مؤمن هو بكره الخمسه ما تنفعناش. بكره يلعب بالاربعه دي تبقى واحد واستغنى عن احمد سرعان وحط لعيب يعني اسرع ويحاول انت دايما تاخد المبادره الهجوميه حتى زي ما حضرتك تفضلت وقلت حتى نقدر نسجل هدف لان فعلا اذا لا قدر الله فنشنا الاولمبياد من غير ما نحرز ولا هدف هيبقى شكلها مش شكل سيء. الحقيقه انتوا جاي لكم اسئله كتيره وناس عماله تسال في كل اسئله الحقيقه لكن مع الحقيقه وقتنا انتهى فخلينا يعني الاول ان شاء الله ربنا يكرمنا بكره في مباراتنا امام منتخب استراليا ونقدر نعمل حاجه سواء حتى عمر عصر ان شاء الله, إن شاء الله بإذن بكره نطمن عليه ويقدر يعمل حاجه كويسه امام رقم 2 على العالم ونشوف ايه اللي هيحصل في كل البعثه الاولمبيه ان شاء الله بكره بالليل تبقى يوم كويس لينا كلنا ان شاء الله. انا بشكركم جدا كريم على وجودك معانا. بشكرك جدا يا احمد على وجودك معانا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله بكره عندي حلقه هامه جدا هيكون معايا احد اهم نجوم اللي لعبوا في ناحيه الشمال وذكر اسمه الحقيقه النهارده في الهاشتاج اللي حضراتكم او الاسئله اللي حضراتكم بعتوها. كابتن سيد معوض هيكون ضيفي غدا على شاشه قناه النادي الاهلي في البيت الكبير الساعه 10 بالليل. هيكون الكابتن سيد معوض ضيف البيت الكبير. انتظرونا غدا وحلقه جديده ان شاء الله من البيت الكبير وكابتن سيد معوض. شكرا. اشوفك على خير.